كما ملاحظة إخواني تكلمنا فيها في الأمس، ولكن أذكر فيها من جديد ضرورة التزام السنة في أذكار الصباح والمساء والنوم، بالأخص عند النوم أن ننام على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن نقرأ آية الكرسي وندخل في كفنا ونمسح على ما أقبل من جسدنا، أن نكثر من تلاوة القرآن على الماء ونستخدم هذا الماء في طعامنا وشرابنا في بيتنا في يومنا وليلتنا قدر الإمكان، أن يكون طعامنا وشرابنا من ماء مقروء عليه القرآن. وضروري جدا، وهذا إخواني حكيناه، سورة البقرة في البيت كل يوم، يوميا تضع سورة البقرة داخل بيتك، ولا بأس انك انت تقرأ آيات الرقية الشرعية على قليل من ماء، تجعلها في بخاخ ترش فيها البيت، لانه احنا كما قلنا في هذه المرحلة القادمة يعني حرب من جهتين، من انسان لانسان ومن شيطان لإنسان، يعني في عنا حربين، حرب شياطين الإنس وحرب شياطين الجن في نفس الوقت تجتمع على مين؟ على المسلمين. عشان هيك يعني مع أخذنا بالأسباب شو بدنا كمان؟ نأخذ بالأذكار. ونذكر إخواني، وذكرنا في درسنا السابق، ضروري جدا إخواني المحافظة على صلاة الفجر في جماعة، لأنها شو بدها تكون؟ بدها تكون الحافظ على هذا الإنسان، حافظ على هذا الإنسان. ونذكر أيضا بضرورة الدعاء عند دخول المسجد في صلاة الفجر، بذكركم فيه، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطاني القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم جنبنا الشيطان، أو اللهم احفظنا من الشيطان الرجيم، أو اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. فهذا إخواني، هذا الدعاء، دعاء دخول المسجد ضروري عند الفجر، لأنه لما أنت تقول وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يعصمك من الشيطان الرجيم، يعتزلك الشيطان في تلك اللحظة ويقول عصم مني باقي اليوم، فبتتمك طول النهار في حماية الله وكنف الله ومعصوم ومحفوظ من الشيطان الرجيم. فهذول إخواني النصائح بذكركم فيها، نتذكرها، نحاول أن نعيشها ونحياها يومنا وليلتنا. طبعا إخواني كمان شغلة ضرورية، حياتنا اللي إحنا عايشينها لابد من أن تستمر، لابد من أن تستمر، يعني حتى لو قامت الساعة، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيد أحدكم سسيلة شو يسوي؟ فليزرع. مش والله لا، إنه إحنا في آخر الزمان شو بدي أقول؟ خلص ما في داعي إن أنا أشتغل، ما في داعي إن أنا أسوي. منذكركم إخواني، العمل عبادة. شو العمل؟ عبادة. أن تجري على رزق زوجتك وأبنائك من أعظم العبادات. عشان هيك لا يجوز القعود في انتظار أحداث آخر الزمن. فبذكركم إن العمل يجب أن يستمر، إلا إني بذكركم بنقطة مهمة جدا، إنه هذا العمل اللي أنا بقوم فيه أن أحسن فيه النية، أن أجعله خالص لله سبحانه وتعالى. كمان شغلة إخواني ويتكلمنا فيها، ولكن نذكر فيها حتى نحن نجمع أكثر ما يمكن من النصائح في هذا الدرس، أن لا نخاف إلا الله عز وجل، أن لا نخاف إلا الله عز وجل. نحن في زمن ستكثر فيه أساليب التهديد والوعيد والتخويف، سواء من الشياطين، شياطين الإنس أو شياطين الجن. عشان هيك إخواني إحنا نتذكر نحن تابعين لله عز وجل. ولكن هون إخواني كمان نقطة يعني لابد من أن أذكر فيها، عدم الخوف لا يعني التهور، لا يعني التهور. مش معناه والله لأني أنا مش خايف إن أنا أتهور أقوم بشغلات معينة، لا،
عدم الخوف شو معناه؟ معناه انك انت لا تخشى الا الله، ولكن قدر الامكان تأخذ في الاسباب ان تنجح مسيرتك في الحياة، انك تنجح مسيرتك في الحياة دون ان يقوم الشيطان بايش؟ بأذيتك. فلا تعطي الشيطان مجال لأذيتك، لانك لا تخاف الا الله عز وجل. فتجمع ما بين عدم الخوف الا من الله عز وجل، وما بين انك انت لا تعطي الشيطان فرصة في أذيتك. ودائما اخواني الحكمة تقتضي انك شو تسوي؟ انك تقوم بعملك بطريقة ما يقدر الشيطان انه هو يضرك فيه. يعني اذا في طريقين، طريق الشيطان ممكن يضرك فيه، والطريق الثاني بتتسوي الشغل نفسه من غير ما الشيطان يضرك فيه، انه لازم تتبع الطريق الثاني. مش تقول والله انا لا اخشى الا الله عشان هيك بدي اتبع الطريق الاول. لا تخشى الا الله عز وجل، وتأخذ في الاسباب في المحافظة على نفسك ومشروعك الذي تقوم فيه. هذه اخواني مجموعة من النصائح ننصح فيها، نذكر فيها انك انت تعيش فيها، تحيا فيها، وتقوم فيها، وتعمل فيها لحد ما يظهر المهدي. بذكركم كمان مرة اخواني، اذا في حدا دخل معنا على الدرس في اخر لحظات، انه احنا ان شاء الله نعتبر هذا الدرس كأنه استبيان للمسلمين هل هم يوافقون على انه الخلافة القادمة هي خلافة المهدي، وانه خليفتها هو المهدي وليس شخص اخر. ووضعك له اعجاب على هذا الفيديو بمثابة انك انت بتقول انا ساكون ممن يبايعون المهدي عند ظهوره ان شاء الله. ونحن ان شاء الله في انتظار المهدي، والمهدي ان شاء الله على الاقل. يعني في هذا الوقت ندعو لاسمك. تفضل اسمك. هل ممكن كان في درس الشيخ طيب اللي ما سمعش السؤال اخواني بنعيد السؤال. يعني بسأل اخونا الكريم، هل من الممكن انه الاعور الدجال انه يكون هو ابليس نفسه؟ لانه هذا القول يعني ظهر في احد دروس بسام او الشيخ جرب. فمنقول اخواني يعني نفس درس الشيخ بسام للي بسمعه للاخر، اللي بسمعه لايش؟ للاخر. في اخر الدرس شو بقول؟ بقول هذه فرضية وضعناها عشان ننقضها مش عشان نثبتها، وانه لا يستحيل انه ابليس يكون هو الاعور الدجال. وفعلا اخواني، فعلا اخواني انا كمان اقول يستحيل انه الاعور الدجال يكون انه هو ابليس. ونتذكر اخواني قول الله سبحانه وتعالى، فأرنا اللذين اضلانا. اللذين هنا تعود على شخصيتين، احداها ابليس والثانية مين؟ الأعور الدجال. هذول شخصيتين مختلفتين متفقتين في إحداث الضرر على الناس، إحداث الضرر. يعني ثنتين متفقتين في إحداث أكبر ضرر ممكن على الإنسان، لأنه هذول شخصيتين مختلفتين. وإبليس من الجن، أما الأعور الدجال من إيش؟ من الإنس، وإنسي إنسان بشري، أما إبليس فهو جني من الجن. في هذا عنده سؤال آخر؟ كزمان فيش وقت كتير، ولا كزمان خروج أعور الدجال. احنا بنعرف إنه الأعور في الترتيب في إنه أربع شخصيات مهمة في آخر الزمن. واحدة السفياني، هي أحاديث ضعيفة في اسمه ولكن فيها أحاديث صحيحة في صفته، هاي شخصية. بعد السفياني المهدي، وبعد المهدي الأعور الدجال، وبعد الأعور الدجال سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. كزمان ما بين المهدي والأعور الدجال كحد أقصى
أبعد مسافة ممكنة بين المهدي وبين الأول الدجال 9 سنين، لأنه المهدي نفسه من لحظة ظهوره للحظة مماته الأحاديث تشير إلى أنه راح يملك إما 5 أو 7 أو 9 سنين، فلو إحنا أخذناها على أبعد حد 9 سنين راح تكون مسافة، أكبر مسافة بين المهدي وبين الأعور هي 9 سنين. هلأ أقل مسافة راح تكون يعني 5 سنين أو أقل من 5 سنين، لأنه المهدي سيملك أيضا بعد الأعور الدجال، ولكن لا نعلم مقدار الفترة الزمنية بعد الأعور الدجال. هلأ بين الأعور وبين سيدنا عيسى منقول إنه عند ظهور الأعور راح يملك 40 يوم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أول يوم كسنة، وثاني يوم كشهر، ثالث يوم كأسبوع، ورابع يوم أو باقي أيامه من أيام. هلا لو افترضنا إنه اليوم اللي كسنة فعليا يعني 365 يوم، فإحنا بنعرف إنه سيدنا عيسى سينزل في آخر أيام الأعور الدجال، لأنه راح ينزل في المنارة البيضاء على جناح ملكين، وراح يجي لبيت المقدس ويتبع الأعور الدجال ويقتله، فقتله راح يكون في يوم 40 في آخر يوم. فإذا سيدنا عيسى ظهر في آخر أيامه، معناه الفترة الزمنية بين سيدنا عيسى وبين الأعور الدجال ملتصقة قليلة جدا. نكتفي بهذا المقدار ونقول آخر دعواهم. يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله.